السلام عليكم. اليوم نروح إلى المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله لنقف على المشروع تاع المركب الجامعي أو القطب الجامعي اللي راهت يعني الأشغال تقرب من النهاية نتاعها، ونشوف كيف أصبح هذا الصرح الجامعي الجديد في المنظومة الجامعية، إذا بعد ما تم التهيئة الخارجية نتاع هذا المنشأة. إذا نخليكم تتابعوا وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.